الو، اهلين وائل. امتى؟ ما سمعت. عم قلك ما سمعت. طيب خلص، هلا نص ساعه بكون عندك. مع السلامه. شري، هاي شو هاي؟ سند امانه؟ انا او شرب ميته. هذا هات لك. واضح انه انت مدينه حق البيت، بس الحدق ما بيعمل مبلغ سند امانه، الحدق بيساوي وكاله خاصه غير قابله للعزل، مشان اذا صار ما صار نسلخ وبيعه ومنحصل حقنا. والحق تظبطها؟ لك عمي هي شغلتنا، وياما شايفين شوفها، خلص تيسر واليومين بخبره مشان يطلعوا كشف. طيب سلام. سلام. خلص. خلينا هيك أحسن. بعدين. بعدين شو؟ ما بعرف. أنا كل ما بتذكر قصة باسي ما عم خاف. مشان هيك خلينا مثل ما نحنا. معقولك مروة؟ معقول؟ هلأ أنت مو بتحبيني؟ طب شو جاب الحب للجواز؟ خلص خلينا هيك عم نحب بعض. والله ما عم بفهم عليك. ما عم بفهم شو صار؟ شو اللي تغير؟ ما بعرف. في مليون شغلة وقعت فوق راسي. يا ربي شو صار لي أنا؟ كل اللي عملته أني طلعت من الحارة هالشهرين. كتير مكركبة، كتير فايتة ببعضي. إن شاء الله بموت وبرتاح من هالعيشة. لا شو صاير؟ احكي لي مشان الله.
والله مو عرفانه شو لازم ساوي. اساسا انا كل ما بتذكر الست سميره بيقب بدني. مخلوقه ما اساءت لي بشي، وانا مشكلتكم مالي علاقه فيها، بس والله تقيله هالقصه تقيله. مشان الله وائل خليني على راحتي، والله ما عاد متحمله اكثر من هيك. طيب روقي روقي وفكري بهدوء. كفيني هالكذبه اللي عايشتها، اللي ما بعرف لوين بدها توصلني. شو صغيره هي؟ والله مو صغيره هي القصه، والله اهلي ما يدروا اني مقلعه من الشغل كل هالمده، وكل يوم عم بطلع من الصبح ما برجع للمسا بتقوم لقيامه. ابي بتجي الجلطه. مشان هيك انا عم فكر لاقي لك حل. على القليل انا بعرف وين عم تروحي من بعد ما تركت الشغل. شلونك يا عمك؟ نجيب؟ لا بالفضل. شلونك لك عين عمك؟ شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير. هات بوسه. شلون صحتك تمام؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. الحمد لله. شلون الشغل؟ يا اهلا وسهلا. جوا هو؟ اليك وجوا هي. شرف. لك شلونك لك عين عمك؟ اخلاق سبيلك صار جاهز، ما صفي له غير شويه اجراءات رسميه ما لها قيمه، يعني توقيع وكم ختم وبترفرف برات هالقفص مثل العصفور وانت عم تنعم بالحريه. خلاص انت وياه ولا؟ كنو مشان الله ما تواخذني عبودي، وراي شغل انا، بس اذا بدك شيء امانه ها، بس هيك اشر باصبعتك، اي شيء بدك اياه، يعني مثل ما بتعرف انا على ارضي وبين جمهوري. تسلم لي يا فاضل، المهم اطلع من هون الله يسترها. لك بتطلع لخاي ايش بك؟ هي ساعة زمن، بتوقف على راسك، ايش خربت الدنيا؟ الله يكتر خيرك ويعلي رتبك ومراتبك. يلا خاطرك. شباب ما بدكم توصاية ها، هالعينتين من هون، من عظامة. السلام عليكم. الو بسي ما كيفة؟ مين معي؟ معك حق ما تعرفي صوتي. مين عم يحكي؟ لك شبنا عبود عند الوعود. ولك انت شو بدك مني؟ لك شبنا روقي شبكي معصبة. ولك انت بس بدي افهم شو بدك مني؟ بدي شوفك ولا تقلي لي تمورا، قلبي بيحترق موتورو. اه لا، لانه انا ما بدي شوفك. ايه بسيطة، اليوم مسامحة، بكرة بكرة على التنتين. ها شو انت مجنون؟ انا ما بدي اشوفك لا بكره ولا اللي بعده، ولا بالمردين ولا بالشيراتون ولا باي قرني. عم اقول لك ما بدي اشوفك. طيب انا حانطر، انت لا تجي. ايه لا تنطر، لانه انا ما رح اجي. ايه لا حانطر، لاني بحب انطر. ماشي شدي ايدك. الو ساكن، أنا ساكن لوحدي والسما على طول.
قد ما بتقدر العاق. اعطيها. ايوه ايوه. يمكن خبر عاجل. بدأ الجيش الإسرائيلي في إزالة بعض الكتل الإسمنتية عن الحاجز الرئيس للمدخل الجنوبي لمدينة أريحة. وقالت مصادر إسرائيلية إنه لن يتم إخلاء الحاجز نهائيا، ولكن سيتم إدخال بعض التسهيلات للمدخل الجنوبي. ما بتركك لحتى يجي عبود وينخت على الصبادي فهمت؟ مشان الله. مشان الله يا شاوي. خلاص. عبود! 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 البرندة جدو على البرندة. شبك حبيبي؟ شفت منام مو حلو؟ خير حبيبي خير. معلش ماما لا تخاف. لا تخاف حبيبي. كل الناس بتشوف أحلام. خصوصي إنه نحن كمان مفرطعين. ليش أنا بدي إياك تضل هون يا عمري ليش؟ بلكي أبوك بغير رأيه نرجع نجتمع من جديد. صباح الخير. هلي. آسف فايقتك. لا ما في مشكلة. بس ما يكون رجع عم بيعذبك أو هربان. لا. هو صحيح خايف ما بعرف من شو. بعرف شو صاير معه. بس مو هذا الموضوع. خير شوفي. قصدك شو جابني لهون؟ ليكي سميرة، أنا ما عاد أتحمل النكد بالمرة. شو بك وائل؟ ليش رأساً هيك بتستنفر؟ اعتبرني راجع على بيتي؟ بيتك؟ ليش أنا شو بدي غير بيتي؟ ساوي لك قهوة؟ لا مستعجل عندي شغلة. ساوي انت واشربي صحتين. ولو وائل شبك انا سميرة؟ بعرف. طيب لازم تستوعبني شوي بس. ما بظن اني لسه قادر على هذا الشيء. انا رحت لعند المحامي. انا ماني موافقة على الطلاق. ماشي. وانا ماني مستغني عن الحارة. طيب عود لقلك شوي. بنحكي. عقل لعقل، مو انت هيك كنت تقول؟ يا بتقنعني يا بقنعك. عود. قلت لك اني مضطر اروح، لان عندي شغله ضروريه. طيب تمرق لعندي اليوم؟ بكره. بعد بكره انت ما بدك. انت ما بدك، انا ناطره.
ماما 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 طلعت. لك وين بتعمشي؟ انزلي هلا بتوها. لا تخاف علي. مرحبا يا اختي. اهلين وسهلين. سمعت انه في عندك بنات للخطبه. يا اهلين وسهلين. اهلين تقبريني. بس لا تاخذيني ماني عرفانتك، قصدي يعني انت جايه تخطبي لإلكم ولا حضرتك خطابه؟ لا تقبريني ماني خطابه، جاي اخطب لاولادي الله يخلي لك، يعني قلب وشوفوا اخطب تقبريني. ليش حواليكي ما في صبايا خرج جواز؟ في كتير، بس يعني قلنا كل ما بعدنا احسن. ان شاء الله لا تاخذيني. تفضلي تفضلي فوتي لجوا. تفضلي. شكرا شكرا. تفضلي يا ميت. اهلا وسهلا. اهلين. تفضلي. مات لي يا ابو صبير بسام بالكاري ساعته بالورشه لما سكن عن بيت حماه. انا بيت حماه يا رجل هو اخذ على خاطره من استقبال بيت ابو اسعد لنا. منيح اني ما كنت وقت الطلبه. منيح اني ما كنت. ابو اسعد مدري شو صاير له. بركي بشام باسمة. هي موضوع باسمة لسه ما كان صاير، ومع هيك أبو أسعد أخذ على خاطري. أخي عاجل، أنا حبصير عديلكم. شو هالحكي؟ لا لا تقلي باسمة. إيه نعم باسمة، إمبلا باسمة، واللي حيفتح تمه بالحارة حعبي له تمه خراز. أصلاً أستاذ أبرجة قال لي كل شيء. أنت ما عليك إلا تاخذ لي موعد من عمك أحسن ما يقلعنا مثل بالكاري. طيب إذا سألني شو بشتغل شو بدي أقول له؟ قل له سفير. ولا قل له؟ قل له مدرب كرة قدم ببلغاريا. لك شو تقول له؟ شو تقول له؟ الزلمة بيعرفني من بابوشي طربوشي. ناكتني من جوا ومن برا، شو هالتحشيش لك صابة؟ على راسي لك عبود، على راسي والله لو عارفينك إنه جاي كنا استأمنك بالطبل وبالزمر. أخي أجيب سيرة لحدا؟ خذ لي موعد من ابو اسعد. شو بدك بالكماله؟ قد الساعة معك؟ الساعة 12 ونص هلا. ليه؟ عندك شيء؟ لا لسه في شوية وقت على التنتين. شو امي لسه ما خلصتي؟ شو هاد المزوزة اللي لابستي؟ شو هاد رابطتي على خصرك؟ لا تكتري من اللي دهان على وشك. ايه يلا خلصينا. ايه يا ميت اهلا وسهلا. بعدي امي بعدي. ما شاء الله ما شاء الله. الله يخلي لك يا ام اسعد. فله يغزي العين. ايه لا مو هي هي، هي مخطوبه. بدك تقولي تقريبا شبه مخطوبه يعني. واذا يا شو الخطبه يعني؟ هي خطابه كله اسمه ونصيب. اهلا وسهلا يا ميت. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. عن اذنكم. ما شاء الله. تفضل. شكرا حبيبتي. ايه ستي بقى ما كفيت لك. ولادي الله يخلي لي بيستلموا البيت من بابه يعني. بس قولي هنيك عندهم بالسعودية كلها فيلا بيستلموها رخام وبلاط وجلي يعني من كل شيء، والله عاطيهم من وسعه. ما شاء الله ما شاء الله.
بتعرفي؟ بالبقى لهيك يعني ركب السيارة من قدام. تسلمي ريتي، يسلموا حبيبتي سعدة. دارسي عيوني؟ إيه لك واصلة للكفاءة. يعني تقبريني أنا اللي بقصده يعني إنه رايحة على الجامعة؟ لأنه إذا رايحة على الجامعة ابني يعني ما بيواطي، البنت اللي رايحة على الجامعة يعني فايتة وطالعة. لا أيوه، شو جامعة؟ كش برا وبعيد، بناتنا لا فوتة ولا طلعة، أبوهم هيك. عز الطلب. أصبح بدنا الاثنين عدايل، شو قلتوا؟ والله نحنا ما منقول، رجالنا هن اللي بيقولوا. بس إذا بدك مري المسا بتكون رجعت بنتي الثالثة بتشوفيها بتعجبك كتير. ليش وين هي تقبريني؟ بيت عمتها، بتعرفي هلأ موسم مونة راحت تساعدها. قال شو عمتها ما بدها حدا يساعدها إلا مروة، قال متقنة ونظيفة وست بيت. بس بتعرفي؟ والله أنا قلبي انفتح لهي الصغيرة، يعني هيك مش علانية. ايه طولي بالك، كيف إذا بتشوفي الثالثة والله قلبك رح ينشرح لها كتير، كمان حلوة وبتعجبك. ايوه، وهي تقبريني قديش عمرها؟ كمان صغيرة، ومين ما بيشوفها الله وكيلك بيقول أصغر من هند هي اختها الصغيرة. ايه منشوف، بلكي بيصير نصيب إن شاء الله. أهلا وسهلا. شو عيون؟ أهلين. ولك جيبي لك هيك كم قطعة شيكر تفريعة على رأيسي، نزلي على السوق ونقي. تعي ناكل ونحكي جوز كلام، لأنه شايفك كل مالك عم تنشفي. ما نحن أخذنا هذا البيت مشان الزهز هي وتروقي. اي وبعدين امتى ما بدك بجيب الشيخ والشهود وبجي. انت شو بدك؟ بدي شوية وقت للتفكير. ما شو بدك تفكري؟ اطول بالك علي ماهر، وهذا اللي عملناه شو؟ إلا إذا بدك بلا زواج. بس شو فرقت؟ ما هذا سري وهذا سري. أيوه، يعني أنت اعتراضك على السري ولا؟ يعني أنت فهماني علي أنا شو بقصد؟ شو بدها اثنين يحكوا فيها؟ يعني أنا ما عم بتوهم. لشو التأجيل لك؟ شو بدك أكثر من هيك؟ كلي حبيبتي كلي. أنا ما بدي أكثر من ساعتين رايقين أقضيهم مع مرة رايقة بلا نكاد وبلا هم، فهمتيني؟ معلش يا ماهر طول بالك علي شوي، بس أنا متضايقة من المشاكل اللي صارت ببيتنا، وبدي إذا انكشفت علاقتنا لاقيك جنبي. ليك يا بنت الناس، اللي آخره نور بيكون أوله شرط، وأنا لو بدي أحمل مسؤولية ما كنت دفعت كل هالمصاري. بعدين أنا عم بقول لك بنور رب العالمين، يعني على سنة الله ورسوله، لا عم نسرق ولا عم ننهب، بقى لا تغببي لي قلبي. قومي حطي لك شيط بهالمسجلة، خلينا نهيص شوي أنا وأنتي. قومي عيون. باسمة فيك تحكي؟ ايه فيني احكي، شو بدك؟ لك ليش ما اجيتي؟ لانه قلت لك انه ما رح اجي. ماشي يا زمان، معناته ناطرك ذات القرنة ذات التوقيت، بكره ايه؟ وهي انا عم اقول لك انه كمان بكره ما رح اجي. ايه؟ لك عم بنطرك بكره واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعد 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 بعده. عبودو بعدين معك؟ أنا هيك بحب انطور وبعرف انطور، ناطور كبير أنا، شو بدك تعملي؟
الو الو، مرحبا، شلونك استاذ واقي؟ كيف صحتك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. كيف امورك؟ كيف الاولاد؟ ان شاء الله تمام. عبود، عبود عبود، ايه طمني عنا. ايه والله اخلاء سبيل، الحمد لله. الله يسلمك ربي، تسلم لي عينك. كان بدي اياك انا والله بموضوع ضروري. ايه، اول هام اني مشتاق لك، ثاني هام انه هدول المصريات صاروا ان شاء الله جاهزين. لا 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 لا، ما بيجوز، لا والله ما بيجوز، ما بيصير، ما بيصير عمي واقف. ايه طيب حبيب قلبي، لك لا تكرم عيونك، ربع ساعة وبكون عند منك انا. على عيني استاذ واقف حبيبي، الله معك. ماما قولي للرجا شوفي بده يشيل على البرازيل. لك رجا حل عن اخوك بقى. دقي له بابا، بدي اشكي له للرجا. اشكيني اذا بدك، انا بدق له. دقي له من موبايلك، اصلا انا جايبالي احكي فيه ولا مره حكيت. صحيح ماما، معلش ندق من موبايلك. هاتوا الو بابا. اي بابا. مرحبا رجاء. اهلا اهلا عبود، الله بيعلم. الحمد لله على السلامة. هذا رجاء على التليفون، سلم لي عليه. سلم عليك عبود بابا. عبود طلع، سلم لي عليه. رجاء اعطي اخوك يحكي مع عبود. الو بابا كيفك؟ بابا قل له رجاء ما يشيل العلم. علم شو بابا؟ علم البرازيل، انا حطيته على البرندة وهو بده يشيله. ايه شو الشغله على كيفه يشيل علم البرازيل؟ بعدين حدا بيتنكر لاصله بابا، ما بيصير. شلون؟ لك طبعا بابا، نحن اصلنا برازيلي، يعني اجدادنا اجوا من البرازيل وهاجروا لسوريا من شي 1000 سنه تقريبا. بابا عم تمزح؟ لك انا ما عم بمزح، انا عم بتغلظ عليك. لك كيفك؟ لك ازعر والله مشتاق لك. طيب ما زالك اشتقت لي، انت رح تجي لعنا وانا كمان اشتقت لك. قلت لك بابا ناخذ اذن من ماما ونروح مشوار انا وياك، ما بناخذ معنا حدا. الو وائل، كيفك؟ معقوله؟ شو قطيعه هي؟ ما الولد نطف قلبه عليك. ولو اهلا وسهلا طبعا. على كل الاحوال في كلمتين كثير مهمين لازم نحكيهم سوا. ايه ماشي ماشي، طيب اوكي، مع السلامة. امي انا بدي ارجع على الحارب. شو؟ الو ام تميم. ايه سيدي، من اولها. قبل اولها طمني على باسي، ما في كثير مشغول عليها، صار عليها شيء؟ لك ابوها اجته صدمة، كان رح ينجلط فيها رجل. سوى لها شيء؟ لا الله يعينه، ما رح يساوي شيء، ونحن رفقناها بالزور كمان. بس بالحارة لك عبود، أهل الحارة عرفوا بأدق التفاصيل. المهم أبقى سعد، ديري إنه أنا إلي علاقة. لا ما بظن، ما بيعرف. لا بس إلا ما حدا يجي يقول له أو شي وحدة تردح لها لأم أسعد. عمليا البنت بالحارة انعطبت. بسيطة، سعي مشان مصاريف المحامي. أوكي رح أقول لك شو دفعت، بس بالأول في شغلة صارت مع رجل، يبدو في حدا له تار عليك. ما
عندي. شو الصدفة الحلوة هيك؟ انت روحتنا يا زلمة، ما تذكرتني؟ انا الشاويش. ولك مين الشاويش؟ عشان عم تعمل بقرنتنا؟ شو امتى طلعت؟ سيدي من زمان. اسأل الله هديك الايام يا شاويش، بتتذكر؟ بتتذكر القاووش وبتتذكر رصاص الريح والدواليب، بدك تتذكر؟ مع اني كنت بريئها بس يلا ما رأيت. سيدي تنذكر وما تنعاد. شو بدي اقول لك فاضل افندي، انت ساكن هون نح عبود علي بس الحارة؟ ايه لكان نحن والقمر جيران. ايه منيح كثير. شو بدي اقول لك فاضل افندي، شفت لي عبود؟ وايش بدك منه لك عين عمك؟ كل ما سألنا عنه بيقولوا لي شو بدك منه لك؟ اخي ما بدي شيء، صاحبي يا حبيبي رفيقي، بدي اسلم عليه، وين المشكلة؟ اليوم خرطته افراج وطلعته من النظارة. لا يا عبود، ليش شو عامل؟ شغلة صغيرة، قتلة سرسرية. اها، وقديش نام بأحضانكم سيدنا؟ من الخميس بالليل إن شاء الله نوم العوافي. أيوة سيدي، الحمد لله على سلامته إن شاء الله. الحمد لله على السلامة. وصينا فاضل أفندي؟ إذا شفته ببعث لك إياه موجوداً. ها لا سيدي، لا تعذب حالك، بس سلم لي عليه، بتكون مفضل على راسي فاضل أفندي. لا يا زلمة، فضلي على حالي، إيش عم تحكي أنت يا رجال؟ الله معكم. بعدين نحن أخوة. الله يخليك. إخواني اللي كان بيناتنا. السلام عليكم. انت شو كان بدك مصارع لك عبود؟ هلا بيسجلوك ثوابي. لك شو بيعرفني؟ حسيت انه هالبنت بتخصني، وهالجو هاد ماله جوها. قلت يا ولد ما بدها. والله شو جاب السيره؟ لو بدك تاخذني شو كان بده الشاوي؟ والله ما بعرف اساسا انا ما شفته منو. ولا معقولة ما سألك عني؟ لا يا طيب، شو عم كذب عليك أنا؟ على تنتون يا تنتان؟ لك يا عبود، أنا شو لي مصلحة خبية؟ خوش أنا سمعت من صبياني إنه كان عم يسأل عنك من حيث رقة. قلت لي من حيث رقة؟ شوف حامي، الشاويش حدا موصل له إني علمت عليه. لا يا أبضاي، أنت عم تحكي مع حامد ها؟ بعدين شبك انت والشاويش وخايف منه يعني؟ مو قصة خوف يا عين امك، قصة انه هاد ندل غدار. ايه علي ما علي، اذا بيرميك بوردة برميه بصاروخ. شبك لك عبود؟ ليش هيك عم تفرج علي؟ بعدين وين البضاعة؟ بين شي؟ لقط شي؟ بس الشاويش انا بعرفه منيح، الشك دبح ودبح. والله العليم شاكك فيك هو. على كلين رجلينا بالفلق سوا. هذا اللي عم نحكيه، هذا هو حكينا. على كل الأحوال ليك عبود، سرك كبير عندي، وسري أنا بعرف إنه كبير عندك، ومصالحنا سوا، صح ولا لا؟ شبك لك عبود؟ خير؟ والله يا حامد، الفوتة على النظارة علمتني كتير. لك والله ما حلك تخاف، شهر وخمسة أيام قضيتهم على رجل وحدة، الله وكيلك. شبك يا رجل؟ مو هيك لك يا حامي، مو هيك. أصلاً شو عمر البني آدم؟ بأختي مخولتني، ما عم بفهم عليك، شو قصدك يعني؟ والله خايف ابتلي، خايف ابتلي عن حقه حقيقي، وقضي عمري يا فراري يا بشي جنزاني هيك بين أربع حيطان. ايه ما عادت حمل، اسمع لي فيها هي، ما عادت حمل لك عبود. لك مو هيك، بس انا هلا صار في مشروع براسي. مشروع شو؟ جواز وولاد وبيت وعيله، اولاد لهم اسم اب واسم ام. مو غلط، مو غلط لك عبود. وانت اساسا ليش خايف من الشاويش؟ ايه الله من عنده من فوق بيدافع عن الحلال. أخي ناقصني مصاري، لازمني مصاريف. مصاري شو لك عبود؟ الله وكيلك البضاعة ما انباعت، لاستعتب المستودع. لك نفس المصدر، مين حيكشفها؟ أخي مرحبا. أهلين. إن شاء الله مفكر صبياني لا بينباع ولا بينشروا. بقص إيدي من هون إذا مو شاويش حاطط اثنين ثلاثة بيناتهم، شو بنا؟ إيه. لك شو إيه؟ لك عبود، يعني ما فينا نطلعهم إلا كروز كروز أو كرتونة كرتونة بالكتير. لك أنا شو خصني؟
بدي قرشين اعطيني اياه هون وبيع وخذ الغله. اخي قد ايه بدها؟ 5 10 ولا الا؟ عبو امرق علي بعد كم يوم بعطيك المبلغ كله، استبينا؟ استبينا، بس اذا سال الشاويش الا بالسجن. لا يستر عرضك، لا بعرفك ولا بتعرفني، لا شفتك ولا شفتني، منيح هي خليه بعيد هو. منيح هي. بدك شيء؟ وين؟ والله اشتغل لك يا عبو. اشتاق لك ابليس، خاطري. على راسي. لك ريتك تنباع بالعزة انت والشاويش. هات نارا يا ولد. شو بدي اقول لك؟ اليوم اجانا خطابة لباسمة وعجبتهم كثير. مين هاي؟ ما بعرف. مرة بس مقدرة باينتها. قال عنده ولدين مدري 3 ما بعرف. بس جاي تخطب لولدين منه. وشو ما عرفتي مين هاي الورقة؟ لا. قال اسألوا عنا. ساكنة بدويلعة. اسألوا على مهلكم. ولادها بيشتغلوا بالسعودية. بس باينتوا حسب ما عم تحكي انه وضعهم فوق الريح. شو بيشتغلوا؟ يا سيدي بياخدوا الفيلا من بابا. بلاط وسيراميك وجلي ورخام هيك يعني من مجاميعه. لك عشيرة الجلي. شو صار بهدول الولاد؟ بسام وصابر؟ ليش ما عادوا بيّنوا؟ بجوز أخذ على خاطرهم من قلبة وشك فيهم هديك الليلة. إيه طبعاً تقلب وشي فيهم من تحت راس بنتك هاي الكلبة. هلأ منشان الله لا تعصب مو وقتها. شو قلت منشان الجماعة؟ قلت لي باسمة عاجبتهم؟ باسمة وهند قال هن بيفضلوا الاثنين سوا حفلة مع بعضهم وجهازهم مع بعض هيك شي يعني. لك هند مو خطبتيها لبسام؟ ولك شلون بترجعي بتخطبيها مرة تانية؟ ايه؟ طيب عجبتهم هند شو اعمل يعني؟ بعدين هذا بسام ليش ما بياخدها لمروة؟ شو فارقة معه؟ لك انا لو تجوزت بنت خالتك هاي العانس اللي بتشبه فريد شوقي الله يرحمه شو كان صار؟ اه؟ قومي جيبينا شاي قومي. رح جيب لك الشاي بس بدي نبهك انه باسمة بالحارة انت بتعرف منيح قلنا مصلحة نصرفها على السريع. مرحبا فريد. أهلي. شفت لي عبوتشي؟ من شوي كان مارق من هون. يسلم. شو واقف؟ ايش يا؟ امشي انت على شباب الصحفيين. لك كنت احكي قبل كنا طلعنا بكير. طيب هلا خطر لي شو؟ لا لا ما بقدر. نعسان ميت من الناس يعني ما في بكير وعم بسحبها لهلا. مشان مروة ما؟ ايه مشان مروة. طيب وسميرة شو؟ ما في تطورات؟ والله عم ننتظر المحامي هلا. لك امشي نقعد لنا قعدة هيك ونفضفض، خصوصا اني لقيت لك مشروع على قد المصاري اللي معك. لا لا اخي. أنا ميت من الناس يا عم بهلك بدي روح نام دغري بالبيت. طيب بوصلك بسيارتي ومنحكي. لا حبيبي يلا بس رحت معك وعشيتني وسهرتني ما ترجعني للساعة 3-4 الصبح. لا نلتقى بكرة خلاص. على كيفك الله معك. شبك حبيبتي شوفي
والله ما بعرف يا باسمة، بس شكلي رح أخبص خبصة أكبر من خبصتك بكتير. ماهر؟ أيوة، أصبح إجا وقت الدفع. شو بده هاد؟ ليكي، أنا رأيي تتركي الشغل بالناقص منه. ما أنا تاركي الشغل، تاركته من زمان، قلعوني إلو مدة، بس القصة أكبر من هيك بكتير. مو بس قصة ماهر وقصة الشغل، في شي تاني كمان. رجعنا للأسرة. لك مو خلصنا؟ لك هي طولي بالك، لسه ما خبصت مو هاي القصة، بس أنا عاملة علاقة مع واحد تاني. لحظة شوي، هلا أنا بعرف إنه في ماهر، مين التاني؟ وائل. لك إيه، وائل جوز ست سميرة جارتنا. الله لا يوفقك، ولك يا ريته شي محرز. كأنا عم بقول لك القصة معقدة وفايتة ببعضها، وأنت بتقولي لي محرز ومو محرز. ولك أنا معقدة ولا هبلة؟ اتركي الاثنين خلصينا بقى. لك عم بقول لك القصة معقدة وفايتة ببعضها، يعني يا محلك مالتها قدام التركة. واحد اشترى لي بيت، والتاني بحاكيني حكي مثل العسل، بحبه. رح جن لك باسمة، والله العظيم رح جن. أصبح ما ضل قدامنا حل غير إنه تتركي الاثنين وفخار يكسر بعضه. والبيت؟ البيت بنص الشام. أصبح أحطي له لوائل. وائل بحبه. بعدين أنا شو بيضمن لي إنه ماهر ما يروح يحكي كل شيء؟ وأنا ما معي أي إثبات إنه البيت باسمي. طيب خلص. خلص روقي، إلا ما نلاقي حال روقي. مالك؟ أم ماما مالك؟ بدي أعمل لك حلاوة بسميد. يلا إيه جاي عبالي. طيب يلا قوم نسوي لك يا هيل. بابا بسويه أطيب. مظبوط، معك حق. طيب شو رأيك تحكي معه ويجي هو يساوي لك اياها؟ مش عبالك تحكي على الموبايل؟ يلا بيكون نايم. لا صاير عم يفيق بكير. الو الو، ما في حدا. طول بالك عم يرن. الو بابا، صباح الخير. اهلين بابا، كيفك حبيبي؟ بابا تعجل، امي بدها تعمل حلاوه بسميد. بابا انا هلا ماني فاضي، مشغول كثير. ايه مو انت قلت انه بتجي وامتى ما بدي؟ ايه بابا، بس خلص شغلي انا بجي لعندك. انت كل صحتين وهنا. بابا لا تبكي، الله يخليك. خلص بجيب لك معي. شو صار معي؟ ما بعرف. طيب وآخرتها؟ والله صعبة، اطلع من الصبح كل يوم وارجع المساء. حق معك، مزبوط. بس ليش عم تترل من الجواب؟ ما عم بفهم. يعني شو بدك يعني جاوبك؟ انا هيك وضعي. طيب والحل؟ مشكلة الست سميرة. لك رح نتطلق.
رح نتطلق. شو بكي؟ ما بدي يكون انا السبب. انت مانك السبب، هي السبب، فهمية بقى. ست سميرة، سلامة. الله يسلمك. سمعت قال كنت بالنظارة. ايه مظبوط. والله ما بتستاهل يا عم. خير شوفي. شغلة ناكتة. ما لها مقامك. يا سيدي الحمد لله على سلامتك. لك عبود شبك عم تلفت هيك وهيك لحالي. الله وكيلك لحالي لا تخاف. بعدين لك عبود نحن أصحاب. والصاحب أبو خون صاحبه. إلا إذا كنت عامل لك شي شغلة معي. لهلك شاويش عملت شو لا سمح الله. اسمع عبود، بدي احكي انه وياك كلمتين ورد غطاهم. جاهز؟